متابعينا الكرام في المملكة العربية السعودية، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الأسبوعية كما عودناكم في مطلع كل أسبوع، نتعرف بها على أحوال الجوية بشكل عام في المملكة خلال هذا الأسبوع. نسأل الله أن يجعله أسبوع خير وبركة عليكم جميعا. نبدأ هذه النشرة من التوقعات بشأن فرص الأمطار في مدينة جدة خلال هذا الأسبوع، والتي يمكن تلخيصها كالتالي. إذا هناك تراجع كبير في فرص الأمطار، ولا يوجد أي فرصة أمطار في مدينة جدة سواء الأحد أو الاثنين أو الثلاثاء أو الأربعاء، كما تلاحظون فرصة الأمطار شبه معدومة. تتزايد فرص الأمطار نهاية هذا الأسبوع بمشيئة الله تعالى، لتصل أقصاها يوم السبت المقبل إلى 75% كفرصة هطول. ذلك لا يمثل الغزارة، إنما فقط مجرد فرص لهطول الأمطار، وكلما اقترب الوقت يمكن معرفة أكثر غزارة الأمطار. ولكن الشيء المبشر هو وجود فرص للأمطار في مدينة جدة مع نهاية هذا الأسبوع، اعتبارا من يوم الخميس والجمعة والسبت هناك تزايد تدريجي في احتمالية هطول الأمطار. عودة للأحوال الجوية المتوقعة يوم الأحد في عموم مناطق المملكة، المتوقع أن تشهد بعض منها زخاتن الأمطار في المناطق الشمالية من المملكة، في سكاكا والجوف وحتى بعض الأجزاء الشمالية الشرقية من المملكة. تكون درجة الحرارة العظمى هناك 22-12 درجة مئوية. تهب رياح نشطة على تبوك يوم غدا، تكون العظمى 23 والصغرى 11 درجة مئوية. أما في جدة فالأجواء مستقرة عموما، تكون ما بين 34 إلى 24. في العاصمة الرياض 28 إلى 20، وفي الدمام من 29 إلى 19، في حين تكون فرص الأمطار واردة لأمطار رعدية فوق سلسلة المرتفعات الجبلية الجنوبية الغربية من المملكة، مع عظمى تصل إلى 24 درجة مئوية في تلك المرتفعات والصغرى 14 درجة مئوية. بعض الأتربة والرمال المثارة محتملة في مناطق حائل والقصيم نتيجة نشاط للرياح السطحية. أما يوم الاثنين فمن المتوقع بمشيئة الله أن يستقر الطقس في مناطق عديدة من المملكة، وفي أغلب المناطق تكون في المناطق الشمالية من 22 إلى 10 مع الطقس مستقر. كذلك الأمر هو في تبوك من 22 نهارا والصغرى 12 درجة مئوية، 34 إلى 23 في جدة والمناطق الغربية. وفي العاصمة الرياض ارتفاع طفيف على درجات الحرارة المتوقعة مع 30 درجة مئوية عظمى والصغرى 23. رياح نشطة وأتربة مثارة متوقعة في الدمام والمناطق الشرقية يوم الاثنين مع عظمى 31 إلى 18 درجة مئوية. وتبقى بحمد الله فرص الأمطار الرعدية واردة فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة وبعض أيضا المناطق الساحلية من جنوب غرب المملكة، وتصل العظمى إلى 24 درجة مئوية فوق تلك المرتفعات، بينما تكون الصغرى 15 درجة مئوية. يوم الثلاثاء من المتوقع أن يستمر الطقس على ما هو عليه الحال ليوم الاثنين، طقس مستقر في مناطق عديدة من المملكة، تكون درجات الحرارة مقاربة ليوم الاثنين، تبقى فرص الأمطار واردة فوق مرتفعات جنوب غرب المملكة على وجه التحديد، وتبقى الرياح النشطة حاضرة في منطقة الدمام والمناطق الشرقية من المملكة. يوم الأربعاء لا تغيير كبير يتوقع أن يذكر على الأحوال الجوية سوى بعض الانخفاض والتراجع في درجات الحرارة في المناطق الوسطى والشرقية نتيجة هبوب الرياح الشمالية والشمالية الشرقية، وتكون في العاصمة الرياض مثلا 27 درجة مئوية، وفي الدمام 26 مع رياح النشطة 20 درجة مئوية في المناطق الشمالية من المملكة. تكون أعلى من ذلك في منطقة تبوك تصل إلى 24 درجة مئوية، 34 في جدة و 25 درجة مئوية في مرتفعات جنوب غرب المملكة، مع بقاء فرص الأمطار بمشيئة الله تعالى حاضرة فوق تلك المرتفعات الجبلية بمشيئة الله تعالى. أما يوم الخميس فمن المتوقع بمشيئة الله أن تتراجع فرص الأمطار في مناطق جنوب غرب المملكة، وتبقى الأجواء مستقرة في عموم المناطق مع استمرار نشاط للرياح هبوب للرياح الجنوبية الشرقية في المناطق الشمالية من المملكة، التي قد تكون مثيرة للغبار في مناطق عرعر والجوف وسكاكا. وتكون درجات الحرارة كالتالي 20-12 في المناطق الشمالية، 26-10 درجات في تبوك، و 26-16 في الرياض، 27-16 في الدمام، 23-12 في مرتفعات جنوب غرب المملكة، 35-24 درجة مئوية في مدينة جدة. التغيير المتوقع أن يحصل على الأجواء اعتبارا من يوم الجمعة، إذ من المتوقع بمشيئة الله تعالى أن تتأثر مناطق عديدة من المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، إثر تقدم منخفض جوي فوق منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط. هناك فرصة للأمطار على طول الواجهة الغربية والسواحل الغربية للمملكة بما فيها مدينة جدة بمشيئة الله تعالى، مع ارتفاع متوقع درجات حرارة بان تأثر هذه المناطق بهذه الأمطار. نشاط متوقع في سرعة الرياح
على منطقة تبوك، وأجواء تبقى بوجه عام مستقرة في جبال جنوب غرب المملكة، لكن يتوقع أن تصبح غير مستقرة تدريجيا مع ساعات المساء. تكون مستقرة في الرياض من 27 إلى 19 درجة مئوية. فرص الأمطار واردة في منطقة حائل والقصيم والمناطق الشمالية من المملكة، بالإضافة إلى مناطق المدينة وينبع وأجزاء من جدة، وتكون العظمى من 20 إلى 12 درجة مئوية، في حين يكون الطقس أكثر استقرارا في المناطق الشرقية من المملكة بما فيها الدمام، وترتفع بها العظمى إلى 28 درجة مئوية في ساعات النهار، والصغرى 15 درجة مئوية. إذن هذا كان كل ما لدينا بشأن الأحوال الجوية متوقعة المملكة هذا الأسبوع. للمزيد دائما يمكنكم تحميل تطبيق طقس العرب أو زيارتنا على الموقع الإلكتروني arabiaweather.com، وذلك لتتابعون فرص الأمطار سواء في جدة أو في المدن أي مدينة أخرى، لأن هناك دائما تحديثات على مدار الساعة. دمتم بخير، إلى اللقاء.